صحيتي يا دولت. صباح الخير. مالك شايله طاجن ستك على الصبح كده ليه؟ افرديه، هو فيه ايه؟ ما نمتش كويس. الكابوس برضو يا حبيبتي؟ اه. ما انا قلت لك يا حبيبتي ما تشيليش الهم جواكي، الحاجات دي بتطلع على البني ادم بالعيا والمرض. ربنا يكفيك الشر يا حبيبتي. ينفع كده يا ماما؟ هو انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي مزعلك تاني؟ الزفت الريسيفر ده من ساعة ما جبته هو لسه مركون في الكرتونة. أنا مش قايلة لهشام ابنك يروح ينده لبتاع الدش عشان يركبه؟ هو هشام ده إيه؟ هيفضل نايم على ودانه لغاية إمتى؟ أخوكي قاعد من الشغل بعد ما صاحب الشغل قال لي أدبه عليه، ومكسوف يجيب بتاع الدش عشان طلب منه 70 جنيه. أخوكي يا حبيبتي معهوش اللضة، حاله واقف. يعني هو عشان حاله واقف يوقف حالنا احنا كمان؟ هشام ابنك ده اساسا مش بتاع شغل، ده بتاع صرمحه على القهاوي هو واصحابه. انا بس اللي اطفح الدم واشرب المر في شغلي كل يوم. اهدي يا حبيبتي، ما تاخديش كل حاجه على اعصابك كده. يا ما هو انا متعصبه عشان خاطر مين؟ ما هو عشان الريسيفر ده انا جايبهولك عشان ما تقعديش طول النهار لوحدك، عشان كده انا دمي فاير. سلام من دمك الفاير ده يا حبيبتي، بس والله ما في حاجه تستاهل. وفين بقى سي هشام؟ خرج ولا لسه برضه نايم؟ صحي وخرج من بدري، ربنا يجيب العواقب سليمة. عواقب؟ في ايه؟ ما تشغليش بالك يا بنتي. ما هو انشغل خلاص، في ايه يا ماما؟ الراجل اللي اسمه نافع ده صاحب السوبر ماركت ده، دايما يغلط في الحساب، واخوكي ولا حتى انا كل ما نيجي نشتري منه حاجة يغلي علينا، وساعات يخنصر من الباقي، فاخوكي مستحلف له من امبارح، فخايفة، خايفة يمسك في خناقة ولا حاجة. لا ما تخافيش، بدل ما هيمسك في خناقة هيمسك في صحابه، ويطلعوا يلعبوا طاولة على القهوة لغاية ما يتقطع نفسه. او من كل حاجه ولا حل. ايوه مين معايا؟ ايوه يا محمود يا عجين، انا دوله. فتحت ولا لسه؟ طب بقول لك ايه، عايزه فطيرتين بالسجق وواحده بالبسطرمه، بس تبقى عندي طلقه، فاهم؟ فطاير ايه يا بنتي؟ وسجق وبسطرمه كمان ليه؟ ما الفطار قدامك اهو. معلش مش هيخسر، زياده الخير خيرين، ولو فضل حاجه ابقى سخنيها لهشام. اروح انا اغير عشان الحق شغل. جيبي العواقب سليمة يا رب. هشام سيب ايدي. جرايه لبنى، ايه المعاملة دي؟ ايه معاملة العبيد دي؟ وانا شحات باخد منك حسنة، في جرب عندي؟ شحات؟ طول ما انت بتاخد فلوسك من اختك ما بتصرفش على نفسك تبقى شحات. انا زهقت وامي خانقة عليا. انا ما بقتش قادرة استحمل الصراحة بقى. هشام انا داخلة على سن العنوسة. يا بنت عنوسة ايه؟ بعدين بلاش الكلام ده بقى، كل شوية اختك بتصرف عليك تصرف عليك، ليه القلق ده؟ ما تلعبيش في دماغي، مش عايز عزس. يا بنت انا بحبك. بحبك يا لبنى. يا بنت خد يا بنت. سعادة الباشا. ساعة وتيجي تاخدنا عشان هنروح المكتب. يا باشا حضرتك ما نمتش من امبارح، ولازم حضرتك. مالكش دعوة أنت. روح وتعالى كمان ساعة. حاضر يا باشا. صباح الخير يا بيه. خدي. مش عايز اي حاجة اعملها لحضرتك؟ لا. طب انا اديلك الست الفليان؟ لا. البيه وصل في المكتب فوق. شفته. اتفضلي.
ايه ده؟ هو انت مش هيبقى لك مواعيد ابدا؟ بقالك يومين بيت بره وقبلها اسبوع مختفي تماما، ما بتردش على التليفونات، مش معبرني، مش معبر بنتك، ودلوقتي اجي الاقيك نايم على كنبه المكتب. ده مش اوتيل يا استاذ، ده بيت. قدامي اقل من ساعه عشان اروح على المكتب، يا ريت تسيبيني اغمض عيني شويه لاني هكمل بقيه اليوم بره. النهارده كمان بره؟ هو انت ناسي ان زياد ابن فتحي السباعي جاي يتقدم لبنتك النهارده ولا ايه؟ قبليهم انت تدوري بلد بشعبها في ريال وهتعرفي تسدي مكاني. ازاي يعني؟ ولا هم علشان جايين من طرفي؟ لو كانوا جايين من طرفك انت كنت وجودي مش هيفرق في حاجه، لان بنتك كده كده هترفضي وهتشوفي. انا غلبت مع بنتك دي، اتصرفي معاها بمعرفتك. يعني ايه؟ يعني عايز اغمض عيني يا فريال عشان هتحرك بعد 45 دقيقه، ممكن تحققي لي الامنيه دي؟ انا مش فاضي ارغي برضه. مفيش فايده يعني، هفضل طول عمري مش فاهمه لك راس من رجلين. الكلام انتهى كده. الحمد لله، يا دوبك عشان الحق. يا بنتي ده انت ما فطرتيش لسه. اعمل ايه في سي محمود زفت اللي ما جابش الطلبيه لغايه دلوقتي؟ ماما افتح. خليك انت يا ماما، انا اللي هفتح. صباح الخير يا ست الكل. خير؟ هيجي منين الخير؟ كل ده عشان تجيب الطلبيه؟ ودي طريقه؟ انا جايب لحمي وشحمي لحد الباب جايب الطلب، وتساليني ما بعتش حد من صبيان ليه؟ اقول لك عشان صوابع مش زي بعضهم، وبرده زبايني مش زي بعضهم، عشان كده انا واقف قدامك دلوقتي. ايه؟ جاي برنامج؟ خلصني، عمال ترغي 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 وتستظرف. انت ما وراكش شغل، انا ورايا. وهات دول كده. ماشي، عموما الراجل الصح ما تزعلش من الضحك. الحسابة برنسيسة 35 جنيه وأنا غلطان إني جيت بنفسي. امسك اتفضل. إيه دول؟ دول 25 جنيه، أنا بقول 35 جنيه، الجو ده على الصبح. العشرة اللي باقية أبقى خدها من حماك الحرامي اللي بينصب على الناس على حس السوبر ماركت، وقوله يبطل نصب. سبحان الله، وتشيلوني وزر حماية ليه؟ إذا كان حماية حرامي تلبسوني مكانه كلبشات ليه؟ ده ظلم، عليا الطلاق، ده ظلم. لو حددت حماك انك هتطلق بنته هيديك العشرة جنيه، لو زرجي نطلقها وخليك على قد كلمتك. وبعدين يا ستي، اذا كانت الدولة بتساعدني دلوقتي فانا ياما وقفت جنبها، ولولاي انا ما كانتش قدرت تكمل الكليه. ياما شقيت وتعبت اول لما صاحب البيت ده مات. امال انا قعدت 5 سنين في الكليه ليه؟ مش هي صاحبتك يا لبنى؟ ايه بالزريه من ورايا؟ انا ولا بسال ولا بجاوب، بعدين لحسن تشك ان في حاجه ما بيننا. ايه ده؟ هو مفيش حاجه بيننا ولا ايه؟ في يا هشام بس، اصل يعني اصل ايه بس؟ ده احنا بقالنا 6 اشهر مرتبطين ببعض، وانت خايفه تحكي مع دولت في اي حاجه، مع انه عادي يعني. واحد بيحب صاحبه اخته، واحده بتحب اخو صاحبتها، بتحصل في كل الدنيا. انا خايفه فتحها في الموضوع تفتكر ان انا صاحبتها عشان ابي في منها اخوها. وبعدين احنا لو اتكلمنا في موضوع الخطوبه دلوقتي هيعمل مشكله. ما تنساش ان مفيش حد خبط على باب دولت. أما أنتم يا معشر الحريم. راضية، سيبي إيدك ده وروحي خلصي أوضة المكتب. حاضر يا فندم. إيه ده؟ إيه اللي أنت لابساه على الصبح ده؟ رايحة فين؟ هكون رايحة فين يعني يا مامي معايا الحاجات دي؟ رايحة الجامعة. أنت لسه هنا؟ خش جوه. حاضر يا فندم، حاضر. هو أنا مش قلت لك مين جاي لنا النهاردة؟ لا بصي بقى، الموضوع بتاعك ده انا ماليش اي علاقه بيه، والعريس اللي انت جايباه ده انسي انك اتجوزه. يا دي القرف، يا دي القرف على الصبح. يا ضيا، يا ضيا فوفي لو سمحت، انا نو واي ان انا اقبل ان انا اتجوز واحد اصلا. انا قاعد بيقولوا لي مش موجود. سلام. رايح فين؟